للوقوف عند تطورات المشهد في فلسطين وإرسال الخارجية الفلسطينية رسائل لمسؤولين أمميين بشأن تصاعد القمع الصهيوني في النقب والقدس، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شاويش. أستاذ ماهر، أهلا وسهلا بكم. كما تعرفون، منذ أسبوع تتواصل احتجاجات الفلسطينيين في النقب في مواجهة انتهاكات الاحتلال الساعي لمصادرة أراضيهم. بدأت هذه الانتهاكات بوقف التشجير في منطقة النقب. كيف بدت لكم هذه الخطوة وما المتوقع الذي سيتبعها؟ لا، حياكم الله. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك، في البداية دعني يعني أوجه التحية لأهلنا الصامدين في النقب بشكل خاص، ولكل شعبنا الفلسطيني في عموم تواجده، سواء كان في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في أراضي 48 وحتى في مخيمات الشتات. لا شك أن هذه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قرى النقب، هذه ليست جديدة، وهذه يعني هذا ديدنه منذ عام 1948 وما قبل ذلك. ويجب أن نؤكد حقيقة أن شعبنا الفلسطيني وأهلنا بدو النقب الموجودين في هذه المنطقة كانوا موجودين أصلا بقرابة حوالي 120 ألف في عام 1948، وبدأت عملية التهجير والانتهاكات منذ عام 1948، حيث تم إجلاء تقريبا 90% منهم إلى قطاع غزة وإلى سيناء وإلى الأردن، وعمليا بقي منهم فقط 12 ألف. الآن بعد حوالي 74 سنة أصبحوا الآن 300 ألف، ومع الأسف تم تجريف والسيطرة على تقريبا حوالي 95% من أراضي النقب. والمعركة الدائرة الآن في منطقة النقب هي معركة تدور في حوالي 5% من هذه المنطقة. لا شك أن صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المنطقة وهذه الاحتجاجات التي يقومون فيها، وهذا حقيقة الصمود الأسطوري، يدل حقيقة على قضيتين مهمتين. القضية الأولى هي عملية سقوط مفهوم الأسرلة، وأيضا يعني توقف أو ضربة لعملية التجديد الإجباري التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لأبناء شعبنا في قضية النقب. وبالتالي هذه رسائل مهمة يوجهها أبناء شعبنا الفلسطيني الموجودين في النقب لدولة الاحتلال بأنه سقط مفهوم الأسرلة، وأن هناك يعني صمود وهناك مقاومة لعملية التجديد الإجباري، وأن شعبنا وأهلنا من وجه النقب متمسكين حتى في هذه 5% من أراضيهم وبقراهم الموجودين عليها. أستاذ ماهر، ما الدوافع من عملية نزع الملكية؟ إلى أي مدى تؤثر على البنية الديموغرافية للنقب؟ يعني حقيقة يجب أن نعلم بأن منطقة النقب ككل حقيقة في الفهم الإسرائيلي هي عبارة عن، يعتبرونها عبارة عن عمق استراتيجي. حتى أن بن غوريون يعني مؤسس هذه الدولة المسخ قال بشكل واضح وصريح وأوصى بأنه يريد أن يدفن في النقب، لأنهم يعتبرون النقب عبارة عن، كما قلت لك، عبارة عن عمق استراتيجي. وبالتالي هم يريدون أيضا أن يستولوا على ما تبقى من النقب، هذه 5%، ويريدون أن يقوموا يعني بين قوسين يدعون بأنهم يقومون بعملية تحريش، أي إقامة أحراش وأشجار وتسجيل هذه المنطقة، لكن هو في الواقع عملية استيطان. هذا جزء من عملية الاستيطان، وهذه العملية هي يعني أهم أهداف هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. هذه أصلا حكومة استيطان بشكل واضح وصريح، وبالتالي الهدف الأساسي هو إكمال عملية التهجير لأبناء شعبنا الفلسطيني بالبدو النقب، وأيضا إكمال عملية الاستيطان وعملية التهويد لهذه المنطقة الفلسطينية التي يعني بكل ما فيها تثبت بأنها فلسطينية الجذور وفلسطينية الثبوت. أستاذ ماهر، لكن الاحتلال الصهيوني جمد تجريف الأراضي، هناك محاولة نوعا ما إلى التهدئة، لماذا الاستمرار في التظاهرات إذن؟ هذه دائما الاحتلال يحاول أن يراوغ، والاحتلال يحاول أن يذر الرماد في العيون. كلما تصاعدت عملية الاحتجاج وكلما تصاعد وثبت شعبنا الفلسطيني على أرضه وكلما قاوم، هو يحاول أن يلتف على هذه القضايا. أما عملية الإيقاف فأنا كما قلت لك هي عبارة عن محاولة التفافية. يجب أن يكون يعني شعبنا واعي لهذه القضايا، يجب أن يكون شعبنا يعني منتبه جيدا للعمليات التي يقوم فيها هذا الاحتلال. هذا الاحتلال منذ نشوئه هو احتلال مراوغ، هو احتلال مخادع، هو احتلال يعني يتبنى مفاهيم يحاول من خلالها أن يذر الرماد في العيون فقط لحتى يلفت نظر الانتباه المجتمع الدولي، وحتى يلفت نظر أي جهة تحاول أن تدعم صمود شعبنا وتحاول أن تساند صمود شعبنا بأن هناك يعني محاولات للتهدئة. أما عمليا فهو مستمر في مشروع الاستيطاني الذي يقوم حقيقة على عملية فصل عنصري. هذا الاحتلال هو احتلال
مبني على عملية الفصل العنصري وعلى عملية الأبرتهايد، وهو أيضا يتخوف من هذه القضية، يتخوف من أن يوصف بعملية الأبرتهايد، ويتخوف من أن يكون أن يعرف لدى المجتمع الدولي على أنه كيان واحتلال فصل عنصري. أستاذ لذلك ماهر، هو يحاول. بالانتقال إلى حي الشيخ جراح، لا يزال يعاني من انتهاكات القوات الاحتلال وأيضا المستوطنين، لكن هنا ما الدور الذي يلعبه الناشطون الفلسطينيون لمواجهة هذه الانتهاكات في ظل استمرار الهدم؟ يعني انا اعتقد انه بالدرجه الاولى طبعا لا شك ان عمليه ما يجري في الشيخ جراح وفي سلوان وفي بيتا وايضا ما يجري في اللقب، كل هذه عباره عن مشروع واحد، هو مشروع استيطاني وعمليه تهويد وعمليه تهجير لابناء شعبنا الفلسطيني، وبالتالي هذا مشروع متكامل. لا شك انه الدور الاساسي الذي يقع على عاتق الناشطين في المبدا وفي الاساس وفي الاولويه هو عمليه التوعيه وعمليه نقل ما يجري من تهجير وما يجري من انتهاكات الى كل انحاء المجتمع، يجب الى كل المجتمع وكل المنابر الدوليه، يجب ان تكون هذه القضيه حاضره في كل هذه المنابر الدوليه حتى تفعل وتفعل وحتى يعني نكسب نوع من التعاطف والدعم لصمود ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل، وحتى ترسل رسائل واضحه لاهل الفلسطيني في الداخل. لكن لا شك لا يجب ان يتوقف يعني تتوقف قضيه الدعم والمسانده على الناشطين، يجب ان يكون هناك دور في السلطه الفلسطينيه التي تتغلب المقاومه الشعبيه. الان ما يجري في هذه المناطق الثلاث التي ذكرت هو عباره عن اختبار جدي وحقيقي لقضيه المقاومه الشعبيه، اذا كانت السلطه ترفع لواء المقاومه الشعبيه فعليها الان ان تفعل هذه المقاومه، هي قالت بان المقاومه الشعبيه هي اولويه وهي الحل فيما يتعلق في القضيه الفلسطينيه، اذا لماذا لا تفعل المقاومه الشعبيه الان؟ ولماذا لا تسند هذه المقاومه الشعبيه؟ على ذكر السلطه الفلسطينيه، يعني الخارجيه الفلسطينيه ترسل رسائل لمسؤولين أمميين بشأن تصاعد القمع الصهيوني. بداية، هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي؟ هل يمكن أن يوقف هذه الانتهاكات أستاذ ماهر؟ يعني من حيث المبدا نحن لا نقلل من اي جهد، يجب ان تكون كما قلت لك قضيتنا حاضره في المنتدى الدولي وفي كل المنابر الدوليه، نعم. لكن السلطه الفلسطينيه تستطيع ان تلعب ان تطلع بدور على الارض. الان كما قلت هذه السلطه تقول بان المقاومه الشعبيه هي الحل وهي ترفع لواء المقاومه الشعبيه، اذا بالاضافه الى ان تكون قضيتنا حاضره في المجتمع الدولي وبالاضافه الى انكم تبذلون جهدا دبلوماسيا وترسلون رسائل للمجتمع الدولي، يجب ان تطلعوا بدور على الارض، يجب ان تقوموا بان تكون هناك هبه شعبيه وان تكون هناك دعم لكل هذه الاحتجاجات وان تنزل هذه السلطه تنزل على الارض ولا تخت... لا... لا ت... يعني لا لا تختبئ قوات الامن الفلسطيني ولا يعني قوات الامن الفلسطيني تذهب للتذرع بانه يعني تذهب باتجاه مع الاسف تعزيز التنسيق الامني وغيره من هذه القضايا، لا، الاصل ان تذهب باتجاه مسانده ابناء شعبنا الفلسطيني وان تقوم بمقاومه شعبيه واضحه على الارض حتى تساند وتدعم ابناء شعبنا الفلسطيني في هذه المناطق التي يعني يثبت ابناء شعبنا الفلسطيني فيها بانهم متمسكون ومتجذرون بارضهم وبديارهم وبكل ممتلكاتهم وبكل قراهم رغم كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي. عبر سكايب من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شاوي، شكرا جزيلا لكم.